اهلا بكل متابعي بوابه الوفد في تغطيه اخباريه جديده على وفد لايف. هنكون معاكم في كل المتابعات الاخباريه على المستوى السياسي والمحلي والعالمي. هنتابع من هنا وهناك اخر المستجدات والتطورات المحليه والاقليميه. هكون معاكم باسل الحلواني ومعايا زميلتي مونيكا عياد. اهلا بك يا مونيكا. اهلا بك يا باسل. النهارده معانا اخبار كتير. النهارده معانا اخبار دسمه كتير ومعانا كلام كتير جدا عايزين نستعرضه امام الساده متابعي بوابه الوفد الالكترونيه. ونشوف معانا ايه النهارده. وفي خبر مهم بس هنخليه في الاخر، مفاجاه للجمهور بتاعنا. دي مفاجاه اللي بتفاجئني بيها اصلا، ما فاجئتش ما حضرتك اللي هتقوله برضه. طيب اتفضلي. طيب. ممكن نتابع مع بعض. نبدا احنا هنبدا بالملف الروسي الاوكراني. في انفراجه في الازمه الروسيه وفي بوادر تبشر بالخير. في مفاوضات الفترة اللي فاتت كان كلها بقت بالفشل، لكن في مفاوضات إن شاء الله جاية، في بادرة أمل فيها، في انفراجة بعد الخسائر اللي حصلت عالميا والخسائر اللي وقعت خاصة على الأراضي الأوكرانية. الرئيس الروسي النهاردة أعلن سحب قواته من كييف، ودي كنوع من المبادرة أو إثبات حسن النية للمفاوضات قبل ما تبدأ المفاوضات الأخيرة في تركيا. وكمان الجانب الأوكراني أبدأ النهاردة بدأ بأنه هو شايف أن المفاوضات مع روسيا بدأت أنها تصبح منطقية، بحيث أن كان شايفها الفترة اللي فاتت يا باسل أنها أن روسيا بتتعامل بعلاقة التعالي وما فيش علاقة هو. لا يهمني أهم حاجة في ده كل ورق العنب، يعني هو كل ما بنيجي نجيب ورق عنب أو طماطم النهاردة بيقولوا أصلا حرب الروسية الأوكرانية. فيعني الكلام اللي انت بتقوليه ده إن شاء الله يكون من شأنه أن هو يهدي الأسعار شوية في العالم كله، مش مصر بس يعني. نتمنى ونعرف ناكل ورق عنب تاني يعني إحنا والسادة المتابعين. يعني هو ورق عنب هنا وهناك في امريكا ودول الغرب كلهم بيعيطوا بسبب البترول. احنا عارفين ان احنا في مصر الدوله بتحاول دايما انها بتخش دايما على خط المواجهه، وانها دايما بتحاول من خلال المنافذ التابعه لوزاره التموين، منافذ التابعه لوزاره الداخليه، منافذ التابعه للقوات المسلحه، بتحاول انها توفر دايما السلع باسعار مخفضه وباسعار رغم حاله الغلاء اللي موجوده. لكن في دايما دعم مستمر للدوله، بتحاول تحارب كمان محتكر السلع والناس اللي بتحاول انها تستغل الاوضاع او تستغل الظروف. وزي ما احنا شايفين كل ما نيجي نشتري حاجه النهارده يقول لك اصل الحرب الاوكرانيه. فنفسي بقى الحرب الاوكرانيه تنتهي علشان نقدر ان احنا نبدا نشتري حاجاتنا زي الاول وحاجاتنا باسعار بتاعه زمان تاني. هي الحرب الاوكرانيه بقت كلمه السر لاي حد عايز يستغل حاجه ويعلي سعرها. ده حقيقي ده حقيقي. نسيب بقى اوكرانيا شويه ونرجع لمصر شويه. يعني في عندنا تطورات مهمه النهاردة. في تطورات مهمه جدا بتحصل في ملف تصنيع السيارات الكهربائيه. يمكن ده ملف من الملفات المهمه جدا واللي مرتبط بحاجات كتير جدا في مصر، سواء على مستوى التصنيع والتصدير او مستوى الايدي العامله والاقتصاد. فالموضوع ده بيشهد انفراجه كبيره جدا. عندنا مفاجاه كبيره جدا بعد توقف شركه النصر للسيارات عن المفاوضات اللي كانت بتجريها. طبعا شركه النصر للسيارات تابعه للحكومه وتابعه لوزاره قطاع الاعمال. كان في مفاوضات منها من فتره بين احدى الجهات الصينيه، الشركه الصينيه اسمها دونج بانك. المفاوضات دي توقفت في شهر 11 اللي فات تقريبا بعد الفشل في التوصل لاتفاق نهائي حول تسعير السيارات الكهربائيه اللي كان من المفترض ان هو يتم بسعر مدعم شويه علشان يبقى في متناول الناس. حصل توقف لهذه المفاوضات امبارح. رجعنا تاني وعرفنا ان في مفاوضات جديده بتتم مع احدى الشركات الصينيه الكبيره جدا. المفاوضات دي من شانها ان هي هتكون بتوفر العربيات الكهربائيه في مصر بسعر سعر يعني سعر اقتصادي مناسب جدا للناس، وكمان العربيه يكون بنسبه مقاومه محلي بحوالي 50%. ده يعني خبر حلو قوي طبعا. يعني خلاص دلوقتي احنا المفروض اي حد عايز يشتري عربيه ياجل الفكره لسه شويه. لا مش لسه شويه، يعني مثلا على السنه الجايه ان شاء الله احنا الكلام يعني المعلن على عام 2023. في مفاوضات احنا زي ما قلنا تمت، طبعا ما تمش الاعلان بشكل رسمي لحد دلوقتي عن اسم الشركه الصينيه اللي هيتم التعاون معاها، لكن بشكل او باخر طبعا دي خطوه مهمه جدا وخطوه من شانها انها تنقل مصر انها تكون مركز اقليمي لتصنيع السيارات الكهربائيه في المنطقه بالكامل، مش على المستوى المحلي بس. وده استراتيجيه الدوله. الدوله بتعتمد دايما على استراتيجيه المدى الطويل، انها بتخطط ان هي تكون دوله محوريه في تصنيع السيارات الكهربائيه ومستلزماتها في المنطقه. وكمان حابب بس انا طولت معلش في الجزئيه دي، يمكن انا عشان بحب العربيات شويه فمطول في الجزء ده شويه. الدوله كمان شركه النصر كمان وقعت مجموعه بروتوكولات تعاون على هامش المفاوضات اللي تم دي مع بعض الجهات اللي هتخش علشان تمول المشروع وتدير المشروع وتبيع العربيات اللي هتطلع من المشروع. الموضوع المره دي مختلف تماما عن المرحله اللي فاتت من المفاوضات، وان شاء الله هنشوف يعني طفره كبيره جدا وهنشوف شركه النصر بتاع زمان. طبعا فاكره عربيه جميل جدا ان احنا نرجع اصلا نشوف شركه النصر والشاهين العربيه بتاع زمان ترجع تاني ان شاء الله بقى بشكل بقى يواكب التطور الجديد يعني التطور العالمي. هنشوف احدث سيارات كهربائيه موجوده في مصر بايدي مصريه ان شاء الله. وهي بس هي بقى بتعتمد على الكهرباء بس
يعني فكره السياره الجديده هل هتعتمد على الكهرباء بس 100%؟ وده طبعا متشابه كمان ان هيوفر وهيرشد من فاتوره المواد البتروليه. احنا عندنا بنستورد البترول بارقام فلكيه, فطبعا ده هيوفر معانا. وطبعا احنا بالزبط. عندنا حققنا كمان اكتفاء ذاتي كبير جدا من الكهرباء, فده من شأنه احنا نستغل الفائض الكبير ده في موضوع السيارات الكهربائيه, وده اللي الدوله المصريه تدعمه بشكل كبير دايما. يعني معانا بقى نبدا نفضل هنتكلم على ازمه لبنان. كان الفتره اللي فاتت في ازمه في لبنان واعلنت افلاسها, فدول الخليج النهارده اعلنت انها تبدا العلاقات من اول وجديد ترجع تاني. الكويت والسعوديه النهارده قالوا انهم هيبداوا يرجعوا السفراء. السعوديه اعلنت انها تبدا في دعم الجانب الانساني, وبعدها تبدا ان شاء الله في الدعم الجانب الاقتصادي, خاصه انها شايفه لبنان دوله ذات وجود قوي في الشرق الاوسط وليها اهميه كبيره, فما ينفعش تقع والدول العربيه هتساند الدوله اللبنانيه في ازمتها من خلال دعم اقتصادي دعم انساني. وقبل كده مصر برضو دعمتها قبل كده في الازمه طبعا دعم مصر كبير جدا للبنان. طبعا احنا الاول بس حابب اتكلم ان احنا من ايام كان في يعني في اليومين اللي فاتوا كان في كلام تردد بشكل كبير جدا عن افلاس لبنان, وان لبنان بتعرض لازمه ماديه وماليه عنيفه جدا. يمكن مصر كانت من اول الدول في البدايه خالص اللي دعمت لبنان بشكل او باخر, والرئيس السيسي كان مهتم جدا بدعم لبنان باعتباره وطن شقيق ودوله شقيقه لمصر. طبعا عارفين الشعب اللبناني والشعب المصري في ارتباط بيننا كبير جدا دايما في بعض كمان العادات مشتركه بيننا بشكل كبير جدا. كان لبنان يعني نهوض لبنان هو من اهم من اولويات مصر. مصر شايفه ان لبنان دي دوله محوريه ودوله مهمه في المنطقه ولازم انها تدعمها بشكل كبير. وطبعا فاكرين ساعه كورونا احنا كان في دعم كبير جدا من مصر للبنان. ان شاء الله لبنان ترجع تاني بخير وتعافى, وكل الدول العربيه ترجع تاني بخير وتتعافى, والاقتصادات العربيه تتعافى ونرجع تاني زي الاول واكتر ان شاء الله. يعني يكون في دعم قوي للدول العربيه, الدعم نفسها والدعم بعضها, وان شاء الله ترجع دوله قويه لبنان وترجع تاني عاصمه الشرق الاوسط وبهجه الشرق الاوسط ان شاء الله. نروح بقى للذهب. ايه اخبار الاسعار؟ الناس بقى اللي بتحب الذهب يعني حصل حاجه, الناس ممكن يعني خبر يعني مفرح شويه ان حصل انخفاض في سعر الذهب. انا انخفاض كبير يعني 3 جنيه. فده بس يعني في شبكه بقى في شبكه مثلا 50 جرام ولا حاجه تفرق مثلا 950 جنيه ولا حاجه ولا في الحدود دي يعني تقريبا. فطبعا دي انفراجه في اسعار الذهب. شايفين الاسعار ممكن تبدا تتراجع الفتره الجايه شويه, والسعر العيار 21 تراجع ليصل 975 جنيه. طبعا بس برضو مبلغ يعني اللي عايز يتجوز دلوقتي ويشتري شبكه هيكلف مبلغ رهيب في ظل الازمات اللي احنا فيها. يعني الحمد لله الواحد اتجوز وخلص من قصه الذهب دي يعني خلاص بصراحه. ربنا يكون فوق الناس لسه بتدور لسه على موضوع. بس انا شايفه يا باسل ان اللي يشتري شبكه في الوقت ده يعني ملهاش لازمه الا انها شكليات. ده كلام يعني احنا المفروض الفلوس الشبكه دي نشوف بقى ايه الاساسيات اللي عندنا او الاولويات اللي عندنا علشان نقدر نشتري بيها وناجل الفكره دي مصبوط. او نجيب حاجه بسيطه رمزيه. مظبوط ده كلام. انا عارفه ان في ناس ممكن تزعل مني كل تجار الذهب بقى حد شايف منهم هيزعل مني جدا تجار الذهب والحبوات برضو كمان. لكن فانا هي نصيحه فعلا مهمه ان احنا نحاول يبقى في بعض يعني التسهيلات للشباب المقبل على الجواز من اولياء الامور سواء يعني الوالدين, يعني يبقى في شويه تنازلات شويه بحيث ان الامور تبقى تمشي بشكل ابسط وبشكل اخف في ظل الارتفاعات الغريبه اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت في الاسعار بشكل عام. يعني من الذهب بقى نروح لايه معانا النهارده تاني؟ معانا في رسائل عشوائيه دايما كده بتلاقيها جايه على موبايلك. اهلا شهر الصوم, مرحب رمضان, استثمر في العاصمه الاداريه, خصومات 20%. كل دي رسائل بتجينا على الموبايل. جزر القمر ممكن تطلع المريخ معانا. اشتري شقه في تحت الميه مش عارفه واستثمر اموالك. كل دي رسائل عشوائيه عماله تجينا على الموبايل وتزعجنا. فيها اقتحام كبير جدا للخصوصيه ودايما برسائل من وقت للتاني تلاقي بتفاجئ برسائل او كمان بمكالمات بتيجي بشكل عشوائي دايما. استثمر في كذا او اشتري كذا, واحنا انا فلانه من شركه كذا ممكن ابيع لك فلتر ميه. حد مره مصحيني الساعه 6 الصبح عشان يبيع لي فلتر ميه تقريبا من النوم برضو. لازم ميه نظيفه, لازم تشرب ميه نظيفه. فالرسائل دي دايما بتعمل ازعاج. فدلوقتي في قانون جديد, قانون مكافحه جرائم الانترنت, اوضع عقوبه 6 أشهر وغرامه لا تقل عن 50 جنيه ولا تتجاوز ال 100,000 جنيه. فممكن بعد كده اي حد جايله رسائل عامله ازعاج لي
روح المحكمة الاقتصادية ويرفع قضية وياخد غرامة. واثق ان بعد تطبيق الكلام ده مش هنلاقي رسائل تانية عشوائية او مزعجة تيجي على مع انها هنخسر خصومات كده. مش مشكلة بقى بس كده مش هنشتري اصلا يعني. فبنشكركم جدا على المتابعة الخبرية اللي كنتوا معنا فيها على مدار الوقت ده. يا رب نكون كنا خفاف عليكم انا وزميلتي مونيكا، وان شاء الله نتقابل في متابعة خبرية جديدة على مدار الساعة على بوابة الوفد. رمضان كريم، وعايزة اقول لكم على حاجة ان درجة الحرارة هتقل ان شاء الله بعد يومين، فالناس اللي بتحب ده خبر جميل، ده كلام جميل جدا. الناس اللي تشوت وبتحب الشتاء هيفرحوا شويه. ده كلام جميل وخبر جميل جدا بنختم بيه متابعتنا النهارده. من زميلتي مونيكا عياد، كنت معاكم بس الحلواني، ونشوفكم ان شاء الله في متابعه خبريه جديده.